مين كان تعاونك بالألبوم الجديد؟ مع أسماء كتير، في من الناس الأساتذة الكبار أكيد والأساتذة اللي لسه عم يبتدوا، في كان معي من الموزعين طبعا بقدم له شكر كتير كبير، أحمد حشيش اللي وقف معي تقريبا بكل الألبوم، كان معي فهد، أحمد إبراهيم، أحمد نور، نادر نور سوري، أحمد مرزوق، مديح يوسف، وناس محمد رمضان، ناس كتير. في كمان أغنية ما تستاهلنيش، هي كمان من الألبوم الجديد مش هيك؟ مزبوط، صورتيها الفيديو كليب، تصورت كانت كمان من إخراجك؟ لا هيدي كانت إخراج، بقدم لها شكر عفاف أبو عسر، مخرجة كتير بحبها، لأول مرة بتعامل مع مخرجة فحبيت كتير التعامل معها، عن جد رح نشوف بقدم لها الفيديو شكر. كليب سوا على هلا. أول ما افتكرت جاي ليه دلوقت، بعض أواني والأيام نسيتني، انسى الذكريات واللي فات بقى مات، أحسن لك إنساني وياك تقول حبيتني. ما تستاهلنيش كل اللي عشته زمان وياك، ما يخلينيش للتاني أرجع ليك زهوان، فإذا الأغنية اللي شفناها كمان من ألبومك الجديد رلانا، قلت لي إنه تعملتي مع مخرجة أخرى لتعمل لك الفيديو كليب، وين تم التصوير والفكرة كانت مثلا شاركتي فيها أنت أعطيتي رأيك ولا كانت كليا لإلها؟ الكليب تصور بمصر بفيلا كان فيها مغارة، صورناها بعز الصيفية، كانت بشهر 8، الدنيا كانت نار، ما في خبرك قد ايه تعذبنا، كان تصورنا يعني وقت كثير طويل فوق ال 16 ساعة وقتها. الكليب اكيد كان من اخراج افكار المخرجة، بس يمكن اكثر انا بس هيك انه انا حابة كذا بدي يعني كذا، عم تعطي رأيك عم ببعض بعطي الأوقات. رأيي اكيد، بس انه اكثر بكلوك كيف انا حابه اطلع، لانه كثير بحب اطلع باللوك السامبل، ما بحب كثير ميك اب واشياء غريبه، ف يعني اكثر شيء كنت مركزه عليه انه اللي عم بيشوفني بالكليب كانه شايف رلانا على الطبيعه. بس